يقول: كنت في الحج في يوم 11 من ذي الحجة، لم أنكث في منى ليلا إلا ساعتين فقط نظرا لألم في قدمي، مع العلم بعدم وجود مكان خاص بي في منى المبيت، هل علي فدية؟ يعني ما أدري، أنا الذي أفهمه من السؤال أن في يوم 11 لم يبت، يعني في اليوم العاشر بات، يعني ليلة 11 بات. أنا ما أدري يقصد ليلة 11 ولا يوم 11، يعني ما أدري، أنا كاتب يوم 11 لم يبت. هذه مهمة جدا عشان نعرف الفرق بين اليوم والليلة، لازم نفرق بين اليوم والليلة. يعني المبيت ليلة 11 وليلة 12، هذا الواجب في منى، بينما لما يقول لي يوم 11 لم أبت في منى ما تدري إيش يقصد. على كل حال، المبيت الواجب في منى ليلتان، ليلة 11 وليلة 12. إذا بات ليلة ولم يبت الليلة الثانية فهذا حقق بعض الواجب وقصر في بعض الواجب. وهنا إذا قال إن ما عندي مكان خاص في منى وقدمي تؤلمني، إن شاء الله معذور إن شاء الله، وعليه أن يتصدق بصدقة والحمد لله. وذاك الإمام أحمد سئل عن شخص بات ليلة في منى وفوت ليلة، فقال: ماذا عليه؟ قال: يتصدق، يعني لأنه حقق جزء من الواجب وفرط في جزء من الواجب.